المسرحية اسمها ماعن نبكا. هيدي المسرحية عم تحاكي الوضع اللبناني السوري، كيف فكرة التعايش بين اللبنان والسوري. الأشياء اللي عم تحكيها هيدي المسرحية هي أشياء من الواقع عم يعيشوها أهل الضيعة هون. أوكي، بس اطلع بترجع بتكملي الحوار تبعك طبيعي كأنه ما في شيء. أنا دوري بنت اسمها حسنة، بتشتغل بمطعم، هالمطعم أبو خليل وهو وتوفوا أهله بالحرب، وصاحب المطعم عملها مثل بنته، وهي البنت حساسة وحنونة كتير وبتحس بغيرها. خربت بيوتنا وراح شقى عمرنا، مات وزهرة شبابنا، نسوان ترملت، الأولاد تيتمت، وبيوتنا تدمرت، وسمونا لاجئين. بالتمارين أكيد بالأول لاحظت شوي النفور اللي كان موجود بين اللبناني والسوري، وهذا الشيء واقع إجباري يصير، بس خلال التمارين صار في شوي من التشارك بين بعض. بتمنى من قلبي هالمسرحية تهدف، وهالهدف يوصل للي بيطلع بإيده يساعد العالم، وأكثر شيء بتمنى إنه العالم تحس ببعضها. عيالنا مشردة، ما عاد لنا أسماء، صرنا أرقام، صرنا أرقام على باب المخيم. مسرحية ماعن نبكا هي بتجسد الواقع الاجتماعي اللي نحن عم نعيش فيه بين لبناني وسوري، ونقينا نعملها ببارلياس لأنه أكثر منطقة فيها حشد سوري ولبناني، ويمكن لحتى تخفف شوي نزاعات أكثر بين الاثنين ونقدر نتعايش مع بعض أكثر. رغم الحزن، رغم الألم، غنوا، فرحوا، الحرب رح بتفل ونحن رح منضل باقيين لبعضنا جيران وأهل، هيك رح منضل. ياهو يا أهل الضيعة، اليوم عرس حسون ابن بطارق شوفير التاكسي، وعروسته حسنة بنت الشام الغالي. زلغتو زلغتو.